انعقدت اليوم قمة جدة، قمة 6-3-1، 6 دول مجلس التعاون الخليجي وثلاثة مصر والأردن والعراق، 1 هي الولايات المتحدة الأمريكية. كانت الكلمات الزعماء العشرة اليوم بتعبر عن رغبة حقيقية في التعاون، رغبة حقيقية في تدوير الزوايا والتغاضي عن المشكلات التي كانت قد طرأت خلال المرحلة الماضية. الرئيس الأمريكي بايدن تحدث بحديث لا يخلو من أزمة سياسية داخلية في الولايات المتحدة الأمريكية، لا يخلو أيضا من ضغوط طارئة أدت إلى أن يخرج الرئيس الأمريكي، وربما يبتلع الكثير من القيم الأمريكية بحثا عن جالونات البنزين والأسعار المتزايدة للطاقة ومشكلة التضخم داخل الولايات المتحدة الأمريكية. الرئيس الأمريكي تحدث بشكل ودود للغاية للزعماء العرب وتفهم تماما الوضع الراهن في المنطقة، وقال بأنني أتحدث باسم الولايات المتحدة الأمريكية، لن نغادر المنطقة، نحن باقون هنا للدفاع عن القيم والمصالح الأمريكية، وأيضا بيمد يد العون والتعاون مع كافة دول المنطقة. وربما تغاضى الرئيس الأمريكي عن الدخول في أحاديث حول الدولة الفلسطينية والمشكلة الفلسطينية، وكان هناك نوع من المجاملات ربما في تل أبيب للجانب الإسرائيلي، وأيضا محاولات لمجاملات الجانب الفلسطيني، لكن هنا في جدة لم يكن هناك يعني حضور كامل للقضية الفلسطينية، إلا في كلمات بعض الزعماء. الأمير محمد بن سلمان والرئيس عبد الفتاح السيسي تحدث بشكل واضح على أنه القضية الفلسطينية بتبقى في القلب.